خلال اجتماع الحكومة، مدبولي يؤكد أن افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة حدث استثنائي يبعث رسائل إيجابية محلياً وعالمياً. جريفيث يؤكد ضرورة إحراز تقدم كبير قبل إجراء مزيد من المحادثات لحل الأزمة اليمنية. خلال زيارته لبغداد، بومبيو يؤكد التزام بلاده المستمر بمحاربة داعش والإرهاب، ويبدي استعداد واشنطن للمساهمة في إعادة إعمار العراق. هذه هي الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد لقراءة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل من القاهرة. أهلا بحضراتكم. غادر القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متوجها إلى ألمانيا، يرافقه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للترويج لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، وذلك على هامش حضور مراسم افتتاح الدورة 26 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال والمقامة في ألمانيا والدنمارك في الفترة من 10 حتى 27 من يناير الجاري. وتأتي المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات افتتاح البطولة في إطار حرص القيادة السياسية للدولة المصرية على دعم مختلف أنشطة وبرامج الرياضة المصرية ودعم جميع ملفات استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى بشكل يليق باسم وسمعة وحضارة مصر، لما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بعدد من المسؤولين الألمان، كما سيعقد لقاءات مع الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر بما فيها رئيس شركة مرسيدس وعدد من الشركات التي تعمل في مجال تدوير القمامة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة يعد حدثا استثنائيا بعث برسائل إيجابية للغاية محليا وعالميا. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، حيث شهد خلال هذا الاجتماع مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئتي السكك الحديدية وبين البريد المصري بهدف تقديم خدمات حجز القطارات ونقل الطرود والبضائع إلكترونيا عبر أكشاك تابعة لهيئة البريد المصري. كما شهد مدبولي مراسم توقيع اتفاقية مشروع تنقية المياه بمصرف كشنر بهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة. تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى تجديد العقوبات على التعدي على الأراضي الزراعية والمباني والأراضي الفضاء التابعة للجهات الحكومية، وموافقة على تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قدره 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. وعقب الاجتماع شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد. يهدف البروتوكول إلى وضع أكشاك بالمحطات الرئيسية للقطارات للتيسير على المواطنين في الحصول على تذاكر القطارات، وأيضا تطبيق الحجز عن طريق التليفون المحمول من خلال 4000 مكتب بريد. الغرض من هذه الأكشاك هو تقديم الخدمات البريدية بالكامل في إطار سياسة الدولة للتسهيل على المواطن، وإطار سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحويل هيئة البريد المصري إلى منفذ رئيسي لتقديم جميع الخدمات الحكومية. يستطيع المواطن إن شاء الله بموجب هذا البروتوكول أن يتوجه إلى هذه الأكشاك أثناء انتظاره للقطار
للحصول على أي خدمة من الخدمات الحكومية أو الخدمات البريدية. الحجز القطارات اللي احنا أطلقناها في يوم 6 أكتوبر تحديدا من العام الماضي كان باستخدام البلاي ستور أو النظام الأندرويد السامسونج وما شبيه لي، وحجزنا وحققت نجاح مش بطال بالذات بالنسبة للشباب في كل أنحاء الجمهورية. في الصعيد بنجد إن في شباب دلوقتي الحمد لله بيحصلوا على تذاكر القطر والحجز بتاع القطر من البيت عنده، بيحجز عن طريق الموبايل أبليكيشن. وفي ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بالعمل على تنقية المياه بمصرف كيتشنر وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف بقيمة 148 مليون و300 ألف يورو. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية. هذا المصرف كان له أبعاد يعني سيئة على صحة المواطنين في هذه المحافظات، فالتحرك فيه هيدي بعد مهم جدا بيئي وصحي للمواطنين. وبالفعل زي ما أشارت زميلة وشركانة في التنمية ده هيساند كده بالإجمالي يعني أكتر من 6 مليون مواطن مصري. يعني في الإطار بتاع الاستراتيجية بتاعت إدارة المية 2050 و2030 هي تحسين نوعية المياه، واحنا بنشوف كم الاستثمارات اللي بتصرفها الدولة. النهاردة بقول لكم في مشروعات بتتعدى 40 مليار جنيه شغالة بتتنفذ عشان نحسن نوعية المياه. آخرها كان مشروع بتاع الجبل الأصفر اللي هو شغال في أبو رواش، في كيتشنر، في المصارف اللي بترمي على بحر البقر اللي هيخش في التنفيذ إن شاء الله مصرف بحر البقر، بحيث إن احنا داخلين بحزمة كبيرة جدا علشان تحسين نوعية المياه، وبالتالي هيبقى لها انعكاسات على تحسين الصحة والبيئة والمنتج الزراعي نفسه. وبهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السلبية وحفاظا على حقوق المستهلكين، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة لتصبح تبعية الجهاز مباشرة لرئيس الوزراء. قرارات حاسمة وافق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة في كافة القطاعات بتجديد العقوبات على كل من يتعدى عليها بأي نوع من أنواع التعدي أو إهدار المال العام للدولة. واتفاقيات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في المنافذ البريدية، وأيضا تحسين مياه الشرب، وأيضا تحسين الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من الصرف الصحي في المجالات الزراعية وغيرها. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. ويبقى معنا أحمد أبو الحسن مراسل النيل لدى مجلس الوزراء المصري. أحمد، بعد تحياتي، ماذا ترغب في أن تطلعنا عليه بخلاف ما جاء في تقريرك الإخباري الذي أجمل بعض من القرارات التي خرجت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؟ يعني زميلي، بعد التحية، بالفعل كانت كما ذكرنا هناك العديد من الملفات على طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف وتصب في النهاية في صالح المواطن المصري. هناك العديد أيضا من القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل هذا الاجتماع. وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم اجتماعا خاص بإدارة
لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية بحضور كل من الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. يعني في خلال هذا الاجتماع أشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد 52 مصنعاً يعني يستوعب 53 خط لإعادة الاستخدام وتطوير المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج السماد العضوية أيضا على مستوى الجمهورية، إلا أنه يوجد عدد من بين تلك المصانع تحتاج إلى رفع كفاءتها إلى جانب إنشاء المزيد من المصانع الجديدة بما يخدم تطوير منظومة معالجة المخلفات وتغطية الكميات المتولدة منها. أكد رئيس الوزراء أيضا أنه سوف يعقد اجتماعا بعد غد مع مجموعة من مسؤولي شركات تدوير القمامة الألمانية، وذلك خلال زيارته لها التي تبدأ اليوم للاستفادة من خبراتها في هذا المجال. من جانبها أيضا أوضحت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة تتضمن عددا من البرامج التنفيذية، منها العمل على إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، هذا إلى جانب أيضا إنشاء المزيد من المدافن الصحية الجديدة على مستوى الجمهورية، فضلا عن عرض المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيه. شكرا لك أحمد أبو الحسن، وأنت موفد نيل الأخبار لدى مجلس الوزراء، شكرا لك على هذه الإضافات. نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن بني سويف في ضبط شخصين قاما بسرقة 10 أطنان كابلات كهربائية وهي مخصصة لمشروعات تغذية المنطقة الصناعية ببني سويف. ومن ناحية أخرى أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة جلب حوالي 915 تربة لمخدر الحشيش لدخوله البلاد عبر ميناء نويبع البحري. لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط باقي عناصر تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة، والسابق ضبط أحد عناصره حال قيامه بتهريب كمية من مخدر الحشيش عبر ميناء نويبع البحري لداخل البلاد بمخابئ سرية معدة بالشاحنة قيادته، حيث سبق وعثر على 269 تربة لمخدر الحشيش. فقد أكدت التحريات قيام أفراد التشكيل بإخفاء كمية أخرى من مخدر الحشيش بمكان سري آخر بجسم الشاحنة يصعب الوصول إليها، تم تفتيشها بالتنسيق مع الأمن العام وأمن القاهرة، وعثر بمخزن سري بتنك السولار أسفل جسم الشاحنة على 646 تربة لمخدر الحشيش، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم ضبطه بالشاحنة 915 تربة لمخدر الحشيش تزن 183 كيلوغرام. اشتبه قوى أمنية من إدارة تأمين الطرق تقوم بملاحظة الحالة الأمنية بنطاق دائرة مركز شرطة بني سويف في سيارة نصف نقل يستقلها اثنان، وبتفتيشها عسر على 10 أطنان أسلاك كهربائية، وبتضييق الخناق عليهما من قبل ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بني سويف، اعترف بسرقتها من المنطقة الصحراوية بطريق الزعفران بني سويف بالاشتراك مع ثالث، وهي كابلات مخصصة لمشروع نقل الكهرباء للمناطق الصناعية ببني سويف، وأنهما في طريقهما للتصرف فيها بالبيع بالصف بالجيزة، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية السرقة. الإدارة العامة لأمن الموانئ بالتنسيق مع الجهات المعنية بمطار الغردقة أحبطت محاولة تهريب كمية من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية لداخل البلاد، عبارة عن شاشات لتليفونات محمولة وسجائر إلكترونية وقطع غيار لها. في وقت تطلق فيه الدولة مبادرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، يأتي البعض ممن غابت ضمائرهم ليروج ويتاجر في السلع الفاسدة التي تنال من صحة المواطن. هؤلاء استهدفتهم الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بحملات لضبطهم، حيث نجحت في ضبط 530 كيلوغرام لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة دون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بسوهاج، وضبط 400 كيلوغرام لحوم منتهية الصلاحية بحيازة مسؤول مطعم غير مرخص بالجيزة. وعلى صعيد ضبط المتلاعبين بالدعم الذي توفره الدولة للمواطنين، فقد تمكنت الإدارة من ضبط 10999 أسطوانة بوتاجاز استولى عليها مسؤول مستودع بوتاجاز بالقاهرة ببيعها في السوق السوداء، وضبط قائد سيارة مخصصة لنقل المواد البترولية بالفيوم جمع 40140 لتر بنزين تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء. كما استطاعت الإدارة ضبط مالك مخبز بلدي بالشرقية استولى على 10 أطنان و700 كيلو دقيق بلدي مدعم متصرفا فيها بالبيع في السوق السوداء.
على قدر الجهود الأمنية المبذولة تأتي النتائج الإيجابية المحققة، قضايا متنوعة يتم ضبطها من خلال ضربات موجهة ضد تجار وحائز المواد المخدرة بكافة أنواعها وضد مافيا السلع الفاسدة وكذلك المتلاعبين بالدعم. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث ضرورة إحراز تقدم كبير قبل إجراء مزيد من المحادثات لحل الأزمة اليمنية. وقال جريفيث في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي حول اليمن، قال إنه ما زال يشعر بالتفاؤل حيال إنجاح الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات السويد. وأضاف المبعوث الأممي إنه كانت هناك بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، لكن الأوضاع تتسم بالهدوء الحذر بشكل عام. هذا وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار. واتصالا من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عبد الملك اليوسفي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. دكتور عبد الملك، تحياتي لك. حديث المبعوث الأممي إلى اليمن يقول أن هناك بعض الخروقات ولكنه يرى أن الوضع يتسم بالهدوء الحذر، كيف تقيم هذا التصريح؟ الواضح أنه يعني المبعوث الدولي يريد أن يصنع أي إنجاز ولا يريد أن يعترف بالإخفاق في على الأرض، بالواقع على الأرض. وكان كلامه أن هنالك اتفاق يعني هنالك تنفيذ جزئي لما تم الاتفاق عليه في السويد، ولكن دعنا نلاحظ المسألة بناء على ما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه على الأرض. الواقع أنه المندوب المبعوث الأممي كذب في مجلس الأمن وشهد شهادة زور، هذا هو التوصيف الحقيقي لما حصل منه. ولماذا دكتور في تقييمك يكذب؟ ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ يدعوه لذلك أنه لا يريد الاعتراف بالإخفاق، يعني هنالك التزامات، هو ملزم، هو وظيفته، هو والفريق لجنة تنسيق إعادة الانتشار وظيفتهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد والإشراف عليه بأنه نفذ، هذا وظيفتهم. وبالتالي الذي حصل أنه كان هنالك اتفاق وهنالك قرار من مجلس الأمن 2451. دعني أذكر المشاهد الكريم بالأجندة لذلك الاتفاق. الأجندة الأولى كانت الانسحاب من مدينة الحديدة وميناء الحديدة وميناء الصليب وميناء رأس عيسى خلال سقف زمني لا يتجاوز 7 يناير 2019، واليوم نحن في 8 يناير ولم يحصل شيء من ذلك. الأمر الآخر، كان هنالك اتفاق على إزالة المظاهر العسكرية في مدينة الحديدة، لم يحصل شيئا من ذلك بل زادت المظاهر العسكرية. تم الاتفاق على تفاهمات حول تعز ولم يحصل أي شيء حول تعز وفتح ممرة آمنة في تعز. تم الاتفاق على تبادل الأسرى وإخراج المعتقلين ولم يحصل شيء. وبالتالي كيف يقول أنه تم العمل أن هنالك التزام بما تم الاتفاق عليه في السويد؟ في تقييمك دكتور، في تقييمك لماذا تحدث أو أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مراقبين جدد إلى اليمن، لماذا أعلن هذا التصريح؟ الأستاذ، القصة وما فيها، هذا يعني مسألة، هو القرار 2451 منح الأمين العام للأمم المتحدة ولاية قانونية لتكليف 75-1 الذي ذكرهم اليوم ليكونوا لجنة تنسيق إعادة الانتشار للمراقبة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم. هؤلاء ولايتهم القانونية لمدة 30 يوم من تاريخ 20 ديسمبر 2018، تنتهي يوم 20 يناير أو 19 يناير 2019. وبالتالي إذا جاء هذا التاريخ ولم يتم التمديد لهؤلاء المراقبين فإنه يعتبر ولايتهم لاغية، يعني خلاص. الواقع الحال أنه كان مجلس الأمن في قراره 2450 حازم مزمن واضع لمسألة التنفيذ اتفاق ستوكهولم ديدلاين، وقت زمني أخير، وهو يوم 7 يناير، هذا كان الوقت. وكان الفريق عمل الفريق 30 يوم، يعني 30 يوم. تأتي الأمم المتحدة، الذي يفهم دينامية صنع الشغل في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة عبارة عن موظفين وهياكل لتحقيق الإرادة الدولية، أتوا يشتغلوا في اليمن، فكان الحوثيين معطلين لم يلتزموا بشيء، وبدل أن يعترفوا بأن الحوثيين لم يفعلوا شيء ويرفعوا لمجلس الأمن التقرير بالصدق وشفافية أن الحوثيين عطلوا ولم يلتزموا، قام يراوغ ويبقي على الباب موارب مع الحوثيين ليستمر في عمله. هو لا هم لهم، هؤلاء أصحاب الأمم المتحدة لا هم لهم إلا أن يستمروا في عملهم ولتذهب اليمن إلى الجحيم، ليس لديهم أي أخلاق. شكرا لك الدكتور عبد الملك اليوسفي الكاتب والمحلل السياسي
اليمني، إذ كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويد ويعرض فرص السلام للفشل. ووصف قرقاش في تغريدة له على تويتر على إحاطة مجلس الأمن بشأن أزمة اليمن اليوم بأنها مهمة للغاية، وشدد على ضرورة أن تكون أجهزة الأمم المتحدة واضحة تجاه التسويف الحوثي بالتزامه بالانسحاب من الحديدة، مؤكدا أن الحوثي هو المعرقل. وكان قرقاش قد أكد بالأمس أن الأجواء الحالية في محافظة الحديدة اليمنية الساحلية تشير إلى أنه لا نية للحوثي لاحترام التزاماته الإنسانية ولا السياسية بشأن اتفاق السويد. أعلنت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة باليمن ارتكاب ميليشيا الحوثي لحوالي 434 خرقا منذ سريان الهدنة في 18 من ديسمبر الماضي وحتى يوم الاثنين الماضي، نتج عنها مقتل 33 مواطنا بينهم نساء وأطفال وإصابة حوالي 263 آخرين بجراحات بعضها خطيرة. إلى ذلك لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعه في مواجهات مع الجيش اليمني داخل جبهة الشامية في شمال غربي محافظة صعدة الشمالية، وكان 15 حوثيا قد لقوا مصرعهم في انفجار صاروخ باليستي خلال عملية إطلاق فاشلة في صعدة في شمال غرب صنعاء. التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى نظيره العراقي محمد عبد الحكيم. وخلال محادثاته مع كبار المسؤولين العراقيين أكد بومبيو التزام بلاده المستمر بمحاربة داعش ومحاربة الإرهاب، وأبدى استعداد واشنطن للاستثمار والمساهمة في إعادة إعمار العراق. في إطار جولته في الشرق الأوسط الهادفة لطمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي رغم إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد في زيارة مفاجئة. وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق لتفقد القوات الأمريكية دون لقاء أي مسؤولين عراقيين، ما أثر انتقادات في العراق. وقد التقى بومبيو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، وأكد لكل منهما دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الجديدة لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لكل العراقيين، كما بحث مواصلة التعاون بين الجيشين لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في كل دول المنطقة. كما التقى بومبيو الرئيس العراقي برهم صالح والذي اعتبر أن العراق بحاجة إلى الدعم الأمريكي، معبرا عن امتناني لهذا الدعم المستمر منذ سنوات لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن تنظيم داعش هزم عسكريا لكن المهمة لم تنتهي بعد. الرئيس العراقي من جهته أكد على ضرورة انتهاج لغة الحوار البناء بين جميع الأطراف لتحقيق الأمن والسلام وتخفيف حالة التوتر وعدم الاستقرار في الساحتين العربية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون دوليا وإقليميا لإنهاء التطرف ودحر الإرهاب بصورة نهائية، مشددا على أن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة والمبنية على احترام سيادته واستقلاليته في قراره الوطني. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي حرص حكومته على إقامة علاقات مميزة مع العراق في مختلف الأصعدة، مؤكدا على التزام بلاده المستمر في محاربة داعش والإرهاب. كما أوضح بومبيو أن الولايات المتحدة تعتبر العراق شريكا مهما واستراتيجيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مبديا استعداد بلاده للاستثمار والمساهمة في إعادة إعمار العراق خاصة في مدنه المحررة. واتصالا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد السيد درغام الزيدي مدير وكالة المدائن 24. سيد الفاضل تحياتي لك، كيف تنظر إلى جولة وزير الخارجية الأمريكي ولماذا جاءت الآن بعد زيارة الرئيس الأمريكي؟ تحية لك جميل كريم والمشاهدين الكرام.
نعم سيدي، يبدو أن السياسة الأمريكية أخذت تتشف على حقيقتها بالنسبة إلى الوضع العراقي وبالنسبة إلى بلد مثل العراق عريق وله تاريخي. لكن السياسة الأمريكية اتضحت أنها تتعامل مع السياسة العراقية ومع العراق للأسف بصورة عامة على أنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو أقل من ذلك، لأن حتى زيارة رئيس أو وزير خارجية إلى ولاية يجب أن بروتوكول المعمول فيه يجب أن يعلم رئيس تلك الولاية ويكون استقباله رسمي. نحن أصبحنا مرتع الإنسان وغيرهم يدخل ويخرج دون علم. لكن شكرا لوزير خارجية أمريكا أنه زار الحلفاء كما يسميهم والشركاء في البحث عن الاقتصاد والسياسي. نعم، اسمح لي، لماذا يطفو الحديث مرة أخرى الحديث عن إعادة الإعمار في هذا التوقيت؟ سيدي، هذا التوقيت حساس ومهم. حينما تقوم الولايات المتحدة بتحريك قواتها المسلحة من سوريا إلى العمق العراقي ثم إلى مدن متاخمة الحدود مع تركيا وإيران، هذا الوقت حساس جدا، لأن إيران بالمقابل أيضا حركت ميليشياتها، ولدينا بيانات تداولت بين هذه الميليشيات من عصائب والنجباء وغيرها أن المنشد لهم بالنسبة لهم علي خامنئي أعطى أوامره لاستهداف القوات الأمريكية ومواقعها وكل من يتعاون معها في حال ضربت إيران أو في حال ضربت المصالح الأساسية لإيران في العراق. وهذا البيان تداول بينهم سريا، لكن سرب إلى بعض الوسائل الإعلامية وعلمنا بالذات. لذلك وزير الخارجية الأمريكي جاء أولا لطمئن الساسة العراقيين على أنهم في مأمن من الحساب الأمريكي ومن العقاب على إيران، وإن كانوا هم أغلبهم عملاء بإيران شاءوا أم أبوا. والأمر الآخر يطمئن على حال وضع جنود، وأن الاتفاقية الأمنية التي هي تبرم من جهة واحدة أمريكا تقيدنا بها ولا تتقيد بها، فيطمئن على سير هذه الاتفاقية الأمنية بالنسبة لأمن جنوده وبالنسبة لمواقعهم الآن المتمركزة في وسط بغداد في المنطقة الخضراء وفي شمال وغربه. شكرا لك سيد درغام الزيدي، وانت مدير وكالة المدائن 24، إذ كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد. أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغوريني الدعم الكامل والمستمر من الاتحاد لمفاوضات جنيف بشأن سوريا والتي تقودها الأمم المتحدة هناك، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع جير بيدرسون المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا والذي بدأ ولايته في يناير الجاري، حيث تم بحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية من خلال انعقاد مؤتمر بروكسل الثالث والذي تم حول دعم مستقبل سوريا في الربيع القادم. ودعت المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا إلى زيارة بروكسل في أقرب فرصة ممكنة لبحث تطورات الشأن السوري هناك. بدأت العاصفة الثلجية نورما التي تضرب لبنان منذ 4 أيام في الانحسار بصورة تدريجية بعدما شهدت البلاد تساقطا كثيفا للأمطار الرعدية، إضافة إلى الثلوج واشتداد سرعة الرياح التي وصلت إلى 100 كيلومتر في الساعة، في حين لا تزال عدد الطرق الرئيسية والفرعية في عموم البلاد مغلقة جراء الثلوج والتجمعات المائية التي تسببت فيها السيول. وحذرت أجهزة الأمن والإغاثة المعنية، حذرت المواطنين اللبنانيين من استمرار السيول والعواصف الشديدة في عدد من المناطق والتنبيه من خطورة السير في بعض الطرقات التي تشهد تراكما كثيفا للثلوج. وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق العديد من المنازل والمناطق الزراعية خاصة في محافظة عكار، في حين شهدت المناطق الجنوبية خاصة بمحافظة النبطية فيضانا كبيرا للأمطار جراء هذه السيول.
ضربت العاصفة التي وصلت إلى لبنان عشرات المخيمات للاجئين السوريين، مما أدى إلى إغراق العديد من المخيمات تحت الثلوج وتحت الأمطار والسيول. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في لبنان إن ما لا يقل عن 66 مخيما غير رسمي طالتها الفيضانات، بينما 15 مخيما غمرتها المياه بشكل كامل أو حتى جرفتها. معاناة كبيرة يعيشها اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان بعدما ضربت عاصفة شديدة عشرات المخيمات فأغرقتها تحت الثلوج والأمطار والسيول، ما زاد من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس. يعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب المندلعة في سوريا، وتعيش غالبيتهم العظمى في مخيمات عبر البلاد وخصوصا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد. قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين، حيث طالت الفيضانات ما لا يقل عن 66 مخيما غير رسمي، بينها 15 مخيما غمرتها المياه بشكل كامل أو جرفتها. نحن عم نبرم على العائلات نشوف شو الوضع ونحاول نساعد قد ما فينا. في عالم كسرت خيامها، في عالم فاضت كتير، المي فاتت على الخيام، في عالم ما قدرت تنام خيامها واضطرت تروح على خيام جيرانها أو عائلات بيقربوها. ما شك أنه الوضع كتير صعب. وقدرت المفوضية بأن نحو 50,000 لاجئ يعيشون في نحو 850 مخيما غير رسمي مهددون بالفيضانات، موضحة أن نحو 300 شخص نقلوا إلى أمكنة أخرى في مخيمات تقع في شمال لبنان والبقاع. وأكدت المفوضية أنه لم تسجل أي وفاة حتى الآن في المخيمات، وأنها اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة الأحوال الجوية السيئة عبر توزيع الأغطية وخيم جديدة. عم نحاول قد ما فينا نقدم مساعدة، عم نحاول نلبي احتياجات أساسية مثل فرشات مثل حرامات لحتى يقدروا يقضوا ليلة دافية بقدر المستطاع. وفي مخيمات البقاع غطت الثلوج والوحول الممرات بين مساكن اللاجئين الهشة، ودخلت المياه العديد منها. وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع يعيش نحو 36,000 لاجئ أوضاعا مأساوية مع انهيار الخيام وقلة الغذاء والإمدادات. ومن المعروف أن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في لبنان تحت خط الفقر. أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الشعب السوداني وحده هو من يقرر من يحكمه، مشددا أن الوصول للسلطة لن يحدث إلا عبر الانتخابات. كما أشار البشير إلى أن القوات السودانية تعاملت بشكل حضاري مع المتظاهرين السلميين، مشددا أن السودان لن ينهار رغم تعرضه لحرب وحصار من أجل إذلاله. وقال الرئيس السوداني إنه لا يمانع من تسليم السلطة للشباب متى رتبوا صفوفهم وخاضوا هذه الانتخابات. منيت الحكومة البريطانية بهزيمة أخرى بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال 3 أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان، وهو الرفض المرجح لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم بريكزيت، خلال التصويت المرتقب الأسبوع القادم. وتم التصويت لصالح هذا التعديل بأغلبية 308 أصوات مقابل 297 صوتاً. كانت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي قد حذرت مجددا من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق حال تصويت البرلمان ضد بريكزيت، مشيرة في حديثها إلى أنها أجرت محادثات مع قادة أوروبا لتيسير تمرير هذا الاتفاق. وحذرت الحكومة البريطانية نواب البرلمان من اقتراح اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدلا من الاتفاق الذي تفاوضت عليه، وصفة ذلك بالوهم. والآن لنا هذه الوقفة مع أخبار المال والأعمال والتجارة مع مصطفى مثار، بعد قليل ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية، نتابع فيها بعد هذا الفاصل. رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع وفد من السفراء الأفارقة سبل التصنيع المشترك وتدريب الكوادر البشرية.
أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل هذه الوقفة الاقتصادية. استقبل السيد الفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمقر الهيئة اليوم الأربعاء وفدا يضم عددا من السفراء الأفارقة في القاهرة. اللقاء تناول سبل التصنيع المشترك وتدريب الكوادر البشرية، كما تفقد الوفد الإفريقي معرض للصناعات العسكرية والمدنية التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع. تفاصيل أوفى مشاهدينا الكرام في هذا التقرير. وعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز روح التعاون مع الأشقاء الأفارقة كان محور النقاش خلال لقاء رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من السفراء الأفارقة خلال زياراتهم للهيئة. هذه الزيارة بيتعرف الأشقاء الأفارقة على منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وبيتعرفوا على المصانع والإمكانيات التصنيعية الموجودة والإمكانيات التكنولوجية الموجودة في الهيئة، وإمكانيات التعاون سواء في المنتجات أو في التصدير أو في التدريب وتأهيل الكوادر. خلال الزيارة تفقد السفراء الأفارقة معرض الصناعات العسكرية والمدنية، كما تناول الطرفان سبل التصنيع المشترك وتدريب الكوادر البشرية. سعيد برؤية إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع، ونسعى كدول إفريقية للتعاون مع مصر لأنها رائدة في مجال التصنيع، ونحتاج لقدرات مصر للوقوف بجانب الدول الإفريقية في التصنيع والتدريب والبيع المنتجات. مصر ليست دولة بتبيع يعني الناس بايعين وفقط، لكن احنا البيع هذا يتبعه صيانة ويتبعه تدريب ويتبعه تعاون، فإذا الأمور ليست فقط يعني بيع، ولكن بيع وتصنيع ونقل تكنولوجيا كما قال سيادة الفريق، وأيضا تدريب على استعمال المعدات أو التي يستخدم بها. وفي ختام الزيارة تفقد السفراء الأفارقة مشروع الصوب الزراعية التي تقيمه الهيئة للتعرف على أبرز الوسائل التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي. هذه ليست الزيارة الأولى لعدد من السفراء الأفارقة، بل ستتبعها زيارات أخرى هدفها الأساسي توقيع العديد من البروتوكولات ونقل وسائل التكنولوجيا الحديثة. من الهيئة العربية للتصنيع، أشرف مبارك، النيل. أكد وزير المالية على أنه باق شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة، وهي المهلة الأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب. يأتي ذلك في إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قيام هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات النسيجية بتنظيم المشاركة المصرية في معرض هيم تكستايل للمنسوجات والمفروشات والمقام في مدينة فرانكفورت في ألمانيا. شاركت نحو 26 شركة مصرية بالمعرض، والذي يضم ما يزيد على 3000 عارض يمثلون 135 دولة، ويعد من أكبر المعارض الدولية للمنسوجات والمفروشات. يصل عدد زائري المعرض إلى ما يقرب من 70,000 زائر، ويحظى بزيارة عدد كبير من مصنعي المفروشات والمنسوجات في العالم. تأتي المشاركة المصرية تماشيا مع خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية ونفاذ إلى الأسواق العالمية. منيت مؤشرات البورصة المصرية بخسائر محدودة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات والصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية قابلتها عمليات شراء للمستثمرين المصريين وسط عمليات لإعادة هيكلة في المحافظة للمحافظ المالية مع بداية العام الجديد. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 700 مليون جنيه من قيمته، ليغلق عند مستوى 763 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه. أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروع أن التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يثير قلق في أسواق النفط، وأضاف المزروعي أن تقلبات أسعار النفط في عام 2018 غير مقبولة وأتت بنتائج عكسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ليس متشائما بشأن عام 2019. هذا وقد أوضح المزروع أن أسواق النفط لا يمكنها تحمل عدم وجود منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مضيفا أنه ليس قلقا
بشأن انسحاب قطر من أوبك لأن طاقتها الإنتاجية ليست كبيرة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية. أعود مجددا للزميل تامر حنفي لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بجين بعد زيارة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ حليفه الرئيسي، واعتبرت خطوة استراتيجية قبيل قمته المحتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية إن زيارة الزعيم الكوري إلى الصين جاءت بدعوة من الرئيس الصيني. وحذر الزعيم الكوري خلال لقائه مع الرئيس الصيني من أن بيونغ يانغ ربما تغير من مقاربتها تجاه المحادثات النووية في حال أبقت واشنطن على العقوبات على بلاده. تنظر المحكمة العليا في ميانمار يوم الجمعة القادم في طعن لطلب مقدم من اثنين من صحفي وكالة رويترز للأنباء وهما واي ليون وكواي سوي المحتجزين منذ العام الماضي، وتم القبض عليهما في سبتمبر الماضي عقب محاكمة جرت في محكمة مقاطعة يانغون، حيث طرح تساؤلات حول سير العملية الديمقراطية في ميانمار. وألقت السلطات القبض على الصحفيين خلال عملهم، حيث كان يجريان تحقيقا استقصائيا حول مقتل 10 من أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. قالت الشرطة الأسترالية إنها تحقق في إرسال عدة طرود مريبة إلى سفارات وقنصلياتها، ذكرت فيها وسائل إعلام إنها تشمل بعثات أمريكية وبريطانية، ولم تحدد الشرطة أي من هذه السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود، والتي قيل إن عددها يصل إلى 14 بعثة دبلوماسية. لكن صحيفة محلية ذكرت إن من بينها بعثات المملكة المتحدة، نيوزيلندا، الهند، اليابان، باكستان، كوريا الجنوبية، ألمانيا، اليونان، إسبانيا، سيشل، سويسرا، كرواتيا، إضافة إلى مصر. وأكد مسؤولون بالقنصليتين الأمريكية والبريطانية تلقيهما لطرود المريبة. ودعنا هذه الوقفة مع أخبار الرياضة مع حنان عاطف، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. أقامت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني أقامت ندوة تفاعلية تحت عنوان نحو سياسات فاعلة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بهدف خلق بيئة تشريعية جديدة داعمة لمواجهة الأمية داخل مصر. وشملت هذه الندوة رؤى جديدة تهدف إلى تحريك القوة الحيوية داخل المجتمع المصري للمشاركة في قضايا محو الأمية. نحو سياسات فاعلة لمحو الأمية وتعليم الكبار، عنوان للندوة التفاعلية التي أقامتها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني لأجل خلق بيئة تشريعية داعمة ومتضمنة لاحتياجات النساء في مصر، من خلال مراجعة التشريعات وصياغة السياسات الهادفة لضمان المساواة. النهاردة في الندوة التفاعلية نحو سياسات جديدة فاعلة لتعليم الكبار والتنمية المستدامة، بتطرح مقاربة جديدة لكيف يمكن أن نحول التحدي الموجود لأمية موجودة في مصر إلى قوة مساندة للتنمية والتنمية المستدامة في المستقبل. الرؤية بتاعت 15-30 هي طويلة المدى، بيتم تقييمنا زي أي دولة في العالم وفق أهداف التنمية المستدامة. في مثل بيقولك إيه، لو عملتش الحاجة بنفس الطريقة ما تتوقعيش أن أنت تلاقي نتيجة مختلفة. فإحنا إذا كنا بقالنا 60 سنة في جهاز لمحو الأمية وتعليم الكبار ولم ينتج عنه أن نسبة الأمية في مصر تقل، بالعكس هي بتزيد، إذن في هنا حاجة غلط. طب إيه الغلط بقى؟ إحنا ده اللي إحنا النهاردة بنحاول نوصل له. يأتي عقد الندوة التفاعلية لدعم المبادرة العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمتحررات من الأمية، حيث تهدف المبادرة إلى تحريك القوى الحيوية في المجتمع للمشاركة في قضايا محو الأمية. كيف نجذب الأميين؟ يعني لقمة العيش أولى أم التعليم؟ ف
فببساطة الناس بتفضل إن هي تشتغل وعلى أكل عيشة. فإذا لازم برامج محو الأمية ترتبط بفكرة التنمية والتمكين، ترتبط ببناء قدرات المرأة بالذات في ثلثي حجم الأمية من المرأة، ودي مسألة خطيرة. فلازم نبني قدراتها، نعمل لها مشروع صغير، نضمن التسويق، نضمن زيادة دخلها. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث كشف عن زيادة نسب الأمية وارتفاع معدلاتها في الريف بدرجة وصلت إلى 32% مقابل 17% في الحضر لعام 2017. التعلم والمعرفة حق للجميع، لذلك قامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بتقديم رؤى جديدة لتمكين المتحررات من الأمية من أجل بناء مجتمعات التعلم والمعرفة. فسانت أكرم، النيل. نذكر بأهم ما كان معنا من أنباء. خلال اجتماع الحكومة، مدبولي يؤكد أن افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة حدث استثنائي يبعث رسائل إيجابية محليا وعالميا. جريفيث يؤكد ضرورة إخراج تقدم كبير قبل إجراء مزيد من المحادثات لحل الأزمة اليمنية. خلال زيارته لبغداد، بومبيو يؤكد التزام بلاده المستمر بمحاربة داعش والإرهاب، ويبدي استعداد واشنطن للمساهمة في إعادة أعمار العراق. هذا ختامنا ملتقانا إخباريا على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.